الخليج هذا الصباح. في برنامجنا نناقش الجهود الأمريكية لوضع نهاية للأزمة الخليجية. أمريكا تبحث عن مصالحها أولا. مجلس التعاون الخليجي وجد ليبقى. أهلا بكم، ومعكم اليوم محمود المسلمي. اختتم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لدول الخليج العربية دون إحراز أي تقدم في حلحلة الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. كان بومبيو قد صرح أثناء زيارته إلى الدوحة بأن الخلاف بين قطر وجيرانها قد طال أمده وحان الوقت لإنهائه. وقد طرحنا هذا الموضوع للنقاش مع دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث في جدة، وفهد العمادي مدير تحرير جريدة الوطن القطرية. وسأله سهيل عرنكي في البداية عما إذا كان بومبيو قد أقنع قطر بجدوى تقديم بعض التنازلات في سبيل حل الأزمة الخليجية. ما أعتقد أن هناك طلب بعض التنازلات، لأن قطر من الأساس يعني منذ بداية الأزمة وهي تنادي بالحوار لحل كل المشاكل العالقة، فبالتالي الحوار هو مطلب حضاري، ولا أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي سيطلب التنازل عن الحوار مثلا، لأن أول شرط من شروط قطر هو الحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، وهذا الشرط الذي يعني ما تزال دول الحصار ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات أو الحوار. دكتور عبد العزيز، أطرح عليك نفس السؤال، هل طلب بومبيو من المسؤولين السعوديين تقديم بعض التنازلات، مثلا التخلي عن الشروط 13 التي فرضوها على قطر؟ أولا أنا أعتقد زيارة الوزير الخارجية الأمريكي هي مهمة، لأنها جاءت المنطقة في وقت كان يفترض في هذا اللقاء يكون في واشنطن، وهو الحوار الاستراتيجي الخليجي الأمريكي. لا يوجد شروط معينة طرحت أو نقاط معينة طرحت في هذا التوقيت، ولكن الدعوة العامة الأمريكية أن ضرورة أن يكون هنالك موقف موحد من دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في إنجاح الشراكة الاستراتيجية الشرق أوسطية التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتدفع دول المنطقة إلى أن تلعب دورها المهم في الحفاظ على أمنها والمساهمة في هذا الأمن الإقليمي. ما زلنا نعتقد أن هذا شأن خليجي، وأن حله هو يكمن ضمن البيت الخليجي، وأن البيت الخليجي قادر أن يحل أموره ومشاكله. سبق أن كان هنالك اختلافات في المواقف في السابق وتم حلها في أكتوبر عام 2014، وما في شيء يمنع الآن من وساطة عمانية كويتية جديدة خليجية تطرح الوجهات النظر وتقارب بين وجهات النظر بين الأخوة والأشقاء في منطقة الخليج. أستاذ فهد، الدكتور عبد العزيز أشار إلى استراتيجية أمريكية شرق أوسطية موحدة. أعتقد أن بومبيو يقصد بذلك اتخاذ موقف موحد مناوئ لإيران. هل قطر مستعدة لاتخاذ موقف من هذا النوع؟ بالنسبة لسعي أمريكا لحل مشكلة الأزمة الخليجية، فأكيد كمبدأ أمريكا تبحث عن مصالحها أولا في منطقة الخليج، وهذا أمر مفروغ منه. أما بالنسبة لمواجهة إيران، فأنا وجهة نظري أيضا أن إيران تعتبر بالنسبة لنا جارة وليست عدوة. إيران تربطنا بها حدود جغرافية. أعتقد أن وجود إيران في المنطقة كشريك تعامل معها أفضل من مواجهتها كعدو، لأن في الأخير إحنا المنطقة قاعدة تمر في مجموعة من الأزمات، منها أزمات عبارة عن أوهام كنبع إيران كعدوة، فأنا بالنسبة لي يعتبر هذا وهم، لأن هناك عدو أكبر من إيران. لماذا لا نذهب إلى إيران؟ لأن تكون معنا شريك فعال ونتعاون جميعا من أجل أمن وسلامة المنطقة. دكتور عبد العزيز، أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، هل تعتقد أن السعودية مستعدة لتغيير موقفها قليلا واعتبار إيران دولة صديقة في المنطقة بدلا من اعتبارها عدوا كما يقول الأستاذ فهد؟ بالتأكيد نحن نفرق ما بين الشعب الإيراني وعراقته وتاريخه وحضارته، وما بين بعض المواقف الحكومية الإيرانية والتي تتبناها بعض أجنحة في الحكومة الإيرانية وليست كافة الأطراف في الحكومة الإيرانية. نحن نريد أمن واستقرار المنطقة، إيران جزء من هذه المنطقة ويجب أن تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار، ولذلك يجب أن تتجنب
استخدام البعد الطائفي كوسيلة لبسط نفوذها وتوسيع نفوذها في المنطقة، يجب أن لا تدعم ميليشيات غير شرعية لتكون مضادة للحكومات الشرعية الموجودة في المنطقة. أستاذ فهد، أخيرا باختصار، يعني تحدث الدكتور عبد العزيز عن الوساطة الكويتية العمانية والآن طبعا بدعم أمريكي، هل تعتقد أن هناك مجالا الآن لحل هذه الأزمة؟ بالنسبة للوساطة، طبعا منذ بداية الأزمة ونحن نثمن في قطر الوساطة الكويتية الحكيمة دائما، وبالتالي تبقى هي الوساطة الرئيسية. جولة وزير الدولة للشؤون الخارجية العمانية، يعني الهدف كان من الزيارة تندرج لتفعيل لجان المجلس المعطلة بسبب الأزمة، وقطر أبدت استعدادها للدعم استمرار العمل في تلك اللجان، رغم أن الإجراءات التي يعني تتخذها دول الحصار لا تساعد على العمل المشترك. ودائما قطر تدعو للفصل بين آليات العمل المشترك وبين الخلافات التي قد تطرى بين بعض دول المجلس. جميعنا في مجلس التعاون، وأيضا أعتقد دكتور ضيفك أيضا أحد الذين يسعون دائما الحفاظ على منظومة مجلس التعاون. دكتور عبد العزيز، ختاما يعني أود أن أسألك نفس السؤال، يعني هل باتت فرص حل الأزمة الخليجية مع الوساطة الكويتية العمانية ومع الإصرار الأمريكي على اتخاذ موقف مشترك في المنطقة، هل تحسنت هذه الفرص الآن؟ في قناعتي أن الوساطة الكويتية العمانية إذا استندت إلى عنصرين أساسية، عدم التدخل في الشأن الداخلي وإيقاف الحملات الإعلامية القوية من الطرفين، فهذا سوف يساهم في إيجاد مناخ أكثر ملائمة لإيجاد الحلول. مجلس التعاون الخليجي وجد ليبقى لأنه حق من حقوق أبنائه لا يجب التفريط فيه. قطر جزء من هذا الكيان، فقناعتي الشخصية بأن المياه بإذن الله سوف تعود إلى مجاريها، وأن أخواننا في قطر وأخوانهم في السعودية وفي بقية الدول الخليج هم أخوة مشتركين تجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم. دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في جدة، وقبله استمعنا إلى فهد العمادي، مدير تحرير جريدة الوطن القطرية.